قطعتين التاج وجسم الكأس الرئيسي، وكما قلت هو كأس من الفضة والذهب وبطول حوالي 60. هذه الصورة التهديفية من أجويرو. نعم طبعا. صورة مانشستر سيتي التهديفية فرناندينيو، وهذا من نجوم هذا الموسم. الجندي المجهول هذا مجهول، هذا إعادة اكتشاف مش مجهول كثير حقيقة، صار معلوم كل أسبوع أقف عليه. إعادة اكتشاف، إعادة اكتشاف بهذا العمر. نعم طبعا يعني نعم. وهذا ايضا الرجل الذي استحق الدلال الذي قدمه له، يعني المراعاه الخاصه يعني هذه الدروس دروس يعطيها بغوارديولا للجميع، يعني شلون يتعامل مع الحاله المألوفه، كان الحاله يعني الاجتماعيه والعائليه لسيلفا، ويسافر ويرجع. نعم هذا كومباني، فينسنت كومباني قائد سيتي والمنتخب البلجيكي المسافر الى كاس العالم بعد حوالي شهر من الان. إذن الكأس عاليا في ملعب الاتحاد، ومانشستر سيتي من جديد بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز عن جدارة واستحقاق.